اهلا بيكم يا شباب في قناتنا، قناه اون نيو، وفيديو جديد معانا على القناه. هنقدم لكم فيه حاجات طريفه كده خفيفه. هنتكلم يعني عن شاب مهووس شويه بالمصارعه وبالحاجات العنيفه دي، بس بيقدمها بشكل ساخر وشكل مضحك. هنشوفه مع بعض دلوقتي، فاصل اعلاني ونرجع مع بعض تاني نشوف الشاب اللي بيحب المصارعه ده اللي بيقدمها بشكل ساخر وشكل غريب شويه. اضغط على سبسكرايب او اشتراك، واضغط على زر الجرس لتفعيله ليصلك اشعار بكل جديد، ولا تنسى دعمنا بلايك او باعجاب. ورجعنا معاكم تاني مع الشاب الغريب اللي بينفذ حركات المصارعه دوت، وهنضحك عليه. الشاب ده جامد جدا يا جماعه. الشاب ده بينفذ حركات المصارعه في صحباته في البي سي، زي ما انتوا شايفين كده. هو اللي خلاك تتكلم في التليفون وراح جاي خاطفها فينش ونزل بيها في الميه على طول. لا، شاب غريب بيعمل حركات وفينشات يعني بشكل، بص بشكل كمان مهووس بالمصارعه بشكل جامد جدا، يعني هيموتكم الضحك. وبص بص ونزل على الطاير في البسين، نزل فوقها على طول كانه في حلبه المصارعه بالظبط. بص وراح خابط بالرجل ورفع سبليكس، وبص والفينش نزل بيها في الميه. ايوه لا بص بينفذ الفينش، فينش يعني مهووس بالمصارعه بشكل غريب جدا جدا يا جماعه. وبنت جايه بتجري اهيت يا جماعه، جايه بتجري راح جاي ماسكها وراح لففها ونازل بيها في قلب البسين فينش. لا والفينش بينفذه يعني بينفذه صح. وادي كمان فينش اهوت معانا، مسكها ورفعها لفوق، لا وسيبت فوق شويه ونزل في قلب الميه. وادي الحد بقى ويلاقي حبل ويطلع فوق على الحبل، وهنا ماسكها اهو زي ما انتم شايفين، ماسكها وهيجي عند البسين وهيلف بيها ونزل بظهره. ايوه لا ده الشاب ده مجنون بالمصارعه يعني بشكل غريب. لا وخطف كمان، وجا خطف خطف ونزل بيه في الميه. هوبا والقبضه بتاعت اندر تيكر مسك من الرقبه ونزل في الميه على طول. وكمان على الطاير، كمان بياخدهم على الطاير وينزل بيهم في الميه. كده الفيديو بتاعنا خلص، فيا رب تكونوا استمتعتوا معانا بالشاب المهووس المجنون دوت بالمصارعه اللي بيعمل حركات غريبه في البسين بالمصارعه. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. طبعا ما تنسوش اشتراك، فعلوا زر الجرس، اعملوا لنا اعجاب، واكتبوا لنا تعليق تحت الفيديو.